دخلت عند السيد اللي مكلف قال لي المؤشر طالع لك. ما عندي حتى شي حاجه، انا غير مع المحسنين عايشه. واش اللي عنده كيقبض 10000 واللي ما عندوش ما كيشداش؟ السلام عليكم، انا حتى من مكناس كان عندي الرماد كنت كنخدم به، دابا مشى لي الرماد درت الامو بحالي بحال الناس. فاش مشيت دابا نعبر على عينيا كنت غندير العمليه، مشيت نعبر على عينيا قالوا لي تخلصي، خلصت 3000 ريال. ملي خلصت 3000 ريال دابا انا مريضه ما لقيتش باش ندوز، عندي العمليه العينيه ما لقيتش باش نديرها. دابا سالت لي الدواء ديال الطونسيون، عطوني ندير التحاليل ما لقيتش باش ندير التحاليل. وانا امراه ما عندي حتى شي حاجه، انا غير مع المحسنين عايشه ولا حول ولا قوه الا بالله. وفاش حتى نمشيو عندهم على هذا الامو اداره كتصيفطنا الاداره وما عطاوش. شنو تيقولوا لي؟ كل خطره يقولوا لي سيري السيبر، والسيبر يقول لي سيري هذا المقاطعه. المؤشر تيقولوا لي طالع وانا غير بوحديتي. واش انا نمشي نكري شي واحد اللي ندخل معايا؟ ما يمكنش. تنرغب جات واحد البنت بغات تدخل معايا قال لك ما يمكنش يدخلوها. وخلصوا لا استفدت من ثلاثه الحصات وقطعوهم ثلاثه، قبطوا النوب الاولى تيريت 20000 ريال قل شي حاجه، وعاود التيريت الثانيه عطاوني فيها عاوتاني 10000 ريال، وبقات هكاك ما عاودوش عطاوني حتى شي حاجه. وانا عايشه غير مع المحسنين. شو رسالتك دابا؟ انا كنطلب من المسؤولين يشوفوا بحال هاد الحاله ويقلبوا على اللي ما عندوش. واش اللي عنده كيقبض 10000 واللي ما عندوش ما كيشداش؟ حنا بغينا على الاقل اموها وما دايرين وما لقيناش باش نداوها، ولا يردوا لنا غير الرماد اللي كان ما كناش كنلقاو هذا المشكل. انا دابا حاليا انت مضاضره مهرسين عندي هكا ما لقيتش باش نديرهم. عندي العمليه العينيه الجلاله ما لقيتش باش نديرها، لا حول ولا قوه الا بالله. شهاده عندي جوج، عندي د العينين وعندي د الرجلين. بغيتي نوريها لك دابا؟ نوريها لك. ها دائما عندي مراته، ما عندي الوليدات لا والو. لا عندي ولد واحد، ولكن قدر الله وقدر ما عندي لا ويفي ما عندي حتى حاجه. وزيدون دابا راني جالسه غير مع اختي ما عرفتش شي علاش. انا كون هي قالوا لي علاش كون نعرف علاش. واش انا غنكون دايره هذا الشيء وغاني نمشي نجري على راسي من اداره لاداره؟ راه ما يمكنش. ميتي سميره المراحي ساكنه فاكدال، عايشه مع اختي وكاريه ب 1000 درهم، ما عندي لا مدخول لا حتى شي حاجه. سمعنا هذه المبادره اللي دار سيدنا الله ينصرو والله يشافيه والله يطول عمره ويخليه يحتاج فوق رويسنا. سمعنا هذه المبادره اللي دارنا ديال الدعم وامو، مشينا تقيدنا بحالنا الناس. يعني شدينا واحد الشهير جاتني 1000 درهم فيها شهر 12 وشهر واحد، يعني مشيت شهر جوج كنتسنى فرحانه، كنتسنى بديك البركه اللي عطاني سيدنا الله ينصرو ويشافيه. منين يعني مشيت في شهر جوج باش نشد ديك البركه وكنتسناها فرحانه بها، قالوا لي ما جاتكش. منين مشيت للمقاطعه ديالي داكدا القصبه دخلت عند السيد اللي مكلف قال لي المؤشر طالع لك. قلت له علاش طالع لي هذا المؤشر؟ قال لي ما عرفناش منين، يعني ما المؤشر ما عندي لا لابونمون، ما عندي ويفي، ما عندي دار، ما عندي شي خلصه شهريه ولا لقى والو، ما عندي الا الله سبحانه وتعالى. انا براسي محيوزه عند اختي وكاريه، وانا اللي كنخلص الكره، هي كانت ساعه هي كانت سعاد المحسنين اللي تيعطيني 20 درهم اللي تيعطيني 30 درهم، وكنجمعها ونخبها ونعطيها للمدار. يعني منين مشيت نشد بحالي بحال الناس قالوا لي ما عندكش، طلع لك المؤشر كان 9.49 ولا 9.79 ولا عاوتاني 10، يعني علاش طلع الله اعلم. العيد ما نعرف واش درت لعبات، شريت شي فيلا، شريت شي طونوبيل، والله اعلم شنو عندي. وإلا لقاو عندي غير 100 درهم تدخلني في الشهر يديهم طويله عليا. وهادي دايرها سيدنا الله ينصرو، دايرها للضعافة وانا محتاجاها نعاون بها ديك الكريوه. انا ما كاينش اللي كيرحمني من غير الله سبحانه وتعالى،
وعاش الملك، وتنطلبوا من المسؤولين يشوفوا من حالنا ويديروا إعادة النظر. وزير الداخلية الله يزيد في مدادك، شوفنا هادشي إدارة شي كيصيفطنا للعمالة، شي كيصيفطنا للبلدية، البلدية العمالة، وحنا معاقين ما عندناش القدرة باش نطلعوا في الدروج باش نتحركوا وباش نقلبوا على راسنا. والله يجازيكم بخير، شوفوا من حالنا.